في شأن آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات وكيل شركة جنرال موتورز الأمريكية لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية للشركة في السوق المصرية. وخلال الاجتماع أشاد رئيس مجلس الوزراء بعلاقات العمل الممتدة مع شركة جنرال موتورز على مدار العقود الماضية، معربا عن ترحيب الحكومة بخطط الشركة للتوسع في إنتاج طرازات جديدة من السيارات داخل مصر.